خلاص ما اقول لك بحالة ما عندك انا انسان شايب ومعي 6 اولاد واللي في المدرسه واللي في حاله نفسيه واللي مجنون عقليا ولا جلسه كيف اسوي. انا انسان شايب الان ابوك المجنون اشتغل لك اربع يجيب لنا يعني اكل لاخوانه ما حاجات ما تكفيش ولا تغطي. ما احنا العجوز تروح يعني بكانوا زي ما هم بكانوا ما تغطيش. حاولنا دحين نحاول ومراعي المنظمه وقفت علينا. بالنسبة للأمراض في عندنا أمراض في معاقين ويعانوا عني من المركز الصحي. المركز الصحي بعيد وعندنا مرأة يعني مثلا يصير نسعفها في حالة ولادة ما نوصلها في المستشفى يعني قد خرجت بسنة ما نحصلش يعني عقل مواصلات. أجينا هناك مثلا اليد عاطلة ما فيش يعني عمل شغل ما فيش. احنا محتاجين إلى مركز صحي، محتاجين إلى مواد غذائية، محتاجين الى طرابي للخيم حقنا.